السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد علاء من قناة إيزي بايكر، الفلوج السادس لعشوائيات بايكر. طبعا الفلوج اللي فات احنا اتكلمنا سريعا عن السيفتي وأسعارهم في الجو الجامد ده، جو رايق أوي 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 يا جماعة بجد. بصوا منظر السحاب، الشمس فوق كده، لا منظر جميل أوي والله فعلا. أنا لو عليا أقعد هنا بالساعات، بس هي الفكرة إن الجو بيبقى ساقع أوي. طبعا بيجيلي برد كتير كتير، ياما بفضل قاعد هنا كده مع نفسي أو مع حد من صحابي، ولازم أروح يبقى برد الصبح بقى. فنتحرك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده في الفلوج زي ما قلت لكم، انا بقيت اختار حاجات مواضيع انتوا اللي بتحددوها في الكومنتات. فانتوا لو عندكم مواضيع محدده ان انا اتكلم فيها في الكومنتات اكتبوها لي طبعا عشان اتكلم عليها. ففي كذا موضوع المره دي هتكلم عليهم سريعا كده. واحد منهم بيقول لي ليه ما فيش تراكات ريس في مصر. فعايز اقول لك والله انا نفسي اصلا يبقى الموضوع ده موجود عندنا في مصر، بس الموضوع محتاج دراسه كبيره جدا، محتاج كواليتي عاليه قوي. الكلام ده ما بيبقاش باي اسفلت، الموضوع ده ما بيبقاش معمول باي شركه، لا تبقى شركات مخصصه هي اللي بتعمل الموضوع ده. يعني ما بيبقاش اللي هو يلا نعمل تراك فيلا نجيب اسفلت ونعمل تراك، لا طبعا الموضوع محتاج دراسه واتفاقات بقى مع ناس من بره يعني. بس انا اعتقد ان هم بداوا يعملوا الكلام ده في مصر، يعني اعتقد ان في تراك بدا يتعمل في مصر. انا مش متاكد المعلومه دي، بس انا سمعتها من كذا حد بصراحه. فادينا هنعرف يعني الفتره الجايه دي. سؤال تاني كان بيقول لي ايه الفرق بين الموتوسيكلات الجديده والموتوسيكلات القديمه. اعتقد كان قصده على الياباني يعني. الياباني الفكره طبعا كلها ان الحاجات الجديده اسعارها غاليه جدا جدا فوق ما تتخيلوا. يعني حاجه مثلا انت لو عايز تجيب حاجه 2022، ما اعتقدش ان السعر هيقل عن 300000 350000. الفكره كلها عشان الجمارك والشحن، لكن الحاجات القديمه بتبقى اوريدي موجوده، يا اما اوريدي موجوده اصلا في مصر، يا اما جمركها قليله قوي قوي. يعني الموديلات القديمه كل طبعا انتوا عارفين كل ما الموديل يجدد كل ما الجمارك بتاعته بتعلى، فعشان كده هتلاقوا الفرق الشاسع ما بين في السعر بتاعت الموديلات القديمه والموديلات الجديده. لكن بالنسبه بقى للاوبشنز والكلام ده كله، طبعا يعني مع كل موديل جديد او كل شكل جديد بينزل بيحدثوا في الاوبشنز وبيحدثوا في الشكل والامكانيات وكل حاجه. يعني عندنا سؤال ثالث كان بيقول لي حاجه مهمه قوي بصراحه، موضوع المرايات. هو مش بيشوف منها حاجة أو إزاي يظبطها. موضوع المرايات طبعا حاجة مهمة جدا، وأنا زي ما قلت لكم أنا أصلا متعود بقالي كذا سنة بسوق من غير مرايات، فالموضوع بالتعود. بس طبعا خطر جدا، لأن أنت لازم تكون شايف كل حاجة من على الجناب، لازم تبقى شايف كل حاجة يمين وشمال. فالمرايات مهمة جدا، بس هي الفكرة كلها إن أنا اتعودت إن أنا أسوق من غيرها، فدي حاجة ترجع لي أنا حاجة شخصية ليا أنا. فعندنا المرايات تظبطها إزاي. الفكرة كلها إن أنت لازم طرف المراية اللي هو من ناحيتك لازم تكون شايف جزء من كتفك، لازم تكون شايف جزء من كتفك. ده كده ظبطة المراية، ان يبقى جزء من كتفك يكون باين، دي حاجة أساسية جدا. من الجزء ده انت تقدر تحدد بقى العربية اللي انت بتبقى شايفها في المراية بعيدة منك، بعيدة عنك ولا قريبة منك، تمام كده؟ فانت لازم تكون اصلا ظابط المراية، وانت برضو مش هتشوف الحاجة من المراية ومش تفهم حاجة من المراية لو هي مظبوطة غلط. لو انت شايف العربيات بس انت مش عارف العربية دي قريبة ولا بعيدة، لازم تبقى شايف جزء من كتفك سواء يمين او شمال، المرايتين لازم تبقى شايف حته هنا وحته هنا. فبنقفل بقى الفلوج على كده، واشوفكم في فيديو عشوائي لعشوائيات بايكر تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.